شغال تقريبا بمهنتي يعني، اصلا بستورد فواكه استوائيه. والموضوع في البدايه خالص هي هوايه وحب للزراعه. الموضوع ابتدى من البدايه معايا في مرض ابويا يعني. ابويا كان مريض كانسر، وطبعا كان مطلوب مننا انواع فواكه معينه للمرض ده، وما عرفناش نوصل عليها يعني في الوقت ده. فده كان اداني الفكره يعني ان انا ليه ما ازرعش حاجات هتفيد ناس وفي نفس الوقت مكسبها كبير يعني بالنسبه للفواكه المحليه. المحاصيل اللي انا نجحت في زراعتها هي الليمون الكافيار، ليمون كف بوزه، قشطه اسمها جرافيولا دي اللي هي بتخش في علاج الكانسر، نوع من الموز اسمه موز احمر بيجي من الاكوادور، فاكهه اسمها جرانديلا، البن اليمني، الكركم، الكاري، توابل. احنا زرعنا نوعين من البن، البن اندونيسي والبن العربي او اليمني، والاثنين الحمد لله بفضل الله نجحوا يعني. اختلاف بيننا وبين اليمن بس ان هنا بيحتاج ظل اشجار. البن الهارد الكولومبي اللي في السوق وصل 800 جنيه، احنا تخصصنا في الحاجات اللي هي النادره قوي واللي محدش قبل كده فكر يزرعها يعني، او اتزرعت بس بنسبه بسيطه جدا. الموضوع طبعا ابتدى معايا بالتجربه يعني، انا ابتديت اجيب الحاجات دي من بره، كنت ببتدي اجرب فيها باشكال كتير يعني. هي في حاجات محتاجه بس تكنيك شويه في الزراعه يعني، زي الفانيليا محتاجه شغل كتير عليها، البلو بيري بيبقى محتاج تربه حمضيه شويه، فبنضطر ان احنا نعادل التربه كل يوم للزراعه. بالنسبه للليمون الكافيار انا يعني فكرت بس ان هي اخد الفكره ان انا بقى اول واحد زرعت المنتج ده في مصر، دي حاجه. تاني حاجه ان هو مكاسبه كبيره جدا، طبعا مش هيبقى بنفس سعر الاسعار العالميه، بس مع التسويق والكلام ده طبعا يعني هيكسبنا اكتر من اي فواكه محليه. احنا بنستهدف الفئه المهتمين بالبشره والشعر التجميل، لان هو غني جدا بالفيتامين سي، تقريبا 20 او 30 ضعف الليمون العادي بتاعنا. في الاخضر ده اللي هو ارخص نوع فيهم، ده بيبدا من 500 جنيه لحد 1000 جنيه الكيلو. في الاحمر من 5000 جنيه لحد 7000، في الاصفر 7000 جنيه للكيلو، الاسود النهارده بره يعني السوق العالمي بتاعه 1000 يورو للكيلو الواحد، فهو مطلوب جدا عالميا ومحليا، ففي التصدير مطلوب جدا مننا وفي السوق المحلي مطلوب. المحاصيل الاستوائيه يعني مع تغير المناخ اللي حصل ابتدت المحاصيل التقليديه بتاعتنا ما يعني تكاليفها بتزيد، وفي نفس الوقت العائد الاقتصادي بتاعها مش كبير يعني، سعرها ثابت تقريبا. فالنهارده احنا داخلين اصلا على جو استوائي، فهو الجو جدا متقبل الحاجات الاستوائيه، وعوائدها كبيره جدا لان هي فواكه نادره في العالم كله، وجو مصر مناسب لكل الانواع الاستوائيه. احنا ما بنصدرش الفواكه، احنا شغالين على السوق المحلي لان احنا مش قادرين حتى نكفيه. خطوتي اللي جايه ان انا ابتدي انشر الفواكه اللي ليها علاقه مثلا بمرض السرطان، او زي القشطه الجرافيولا. النهارده في عينين كتير جدا بيدوروا عليها وعلى ورقها ومش موجودة، ولو توفرت أو جت استيراد هي بتيجي يعني النهاردة الكيلو وصل 1000 جنيه،